مساء الخير أحبائي وأعزائي، جاءنا بيان سريع جدا الآن منذ ثواني قليلة. الكنيسة حذرت الجميع منه. فتيات يتهمن طبيب نفسي بالاعتداء عليهن. الكنيسة حذرت الجميع منه. فتيات يتهمن طبيب نفسي بالاعتداء عليهن أثناء العلاج. فتيات يتهمن طبيب نفسي. بنقول ان الفتيات بيتهموا طبيب نفسي بالاعتداء عليهن اثناء العلاج والكنيسة تحذر منه. صور تصدر هاشتاج المتحرش ميم فه ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو طبيب نفسي يتحرش بالفتيات أثناء جلسات العلاج في الإسكندرية، ويوهم الفتيات أن العلاج يكون بالبوس والأحضان، إضافة إلى أنه يوجد لديه كتاب ديني كان يوزع في الكنائس. لذلك اعتقد البعض أنه يخدم فعلا في الكنيسة، وكان يوزع معه كتابه رقم هاتفه، ويدعو الفتيات للتنزه بحجة أن ذلك يساهم في العلاج النفسي الخاص بهن. في شهادات منتشرة لبعض الفتيات التي تعرضن للتحرش على يد الطبيب المتحرش مين فيه، قالت أحدهن أنه بيحضن ويبوس باعتباره زي بابا، وكان مقتنع أنه رسول من عند ربنا وجاي برسالة، فبالتالي كل ما يقوله صحيح. شوية تفاصيل عن الدكتور النفسي اللي بيعالج بالحقن الشرجية. هو شخص يدعم في الخمسينة من عمره، يدعى انه دكتور نفسي في حين انه ممارس عام، وليه كتاب ديني كان بيتوزع في الكنائس، والناس كانت فاكراه خادم في الكنيسة عشان طول الوقت بيحضر اجتماعات. الضحايا اغلبيتهم من سن 16 و17 عام، وطبعا بيبقوا واثقين فيه تماما باعتباره انه خادم في الكنيسة، لانه كان عامل كتاب ديني بيتوزع في الكنائس وحاطط رقمه فيه. بالتالي لما البنات تقرا الكتاب بتقرر تلجأ له، فيبدأ يسمعهم ويدخل حياتهم، وبعدها تبدأ مرحلة انت مريضة نفسيا وانا لازم اعالجك. وما بيتمش التحرش بيهم غير بعد ما يغسل دماغهم ويخليهم يكرهوا أهلهم ويقطعوا علاقاتهم بصحاباتهم وما يبقوش بيتعاملوا مع حد غيره. أضافت حاجات تانية على تويتر، جلسات العلاج بالحقن الشرجية كانت تتضمن تحرش واعتداءات جنسية في سياق أن هذا هو العلاج، والبنات لا تقبل بموضوع الحقن، كان يعطي لها مخدر ويتحرش بهن. تلاتة، بيقنع الفتيات او الضحايا انه ما ينفعش يقول لهم تشخيص مرضهم ولا العلاج عشان ده اخر تحديث في الطب النفسي، وبيقول لهم ان علاج مرضهم الغير معروف هو الكهرباء، لكنه هيديهم علاج تاني بس ما ينفعش يسألوا ايه هو لحد الجلسة، ولما يروحوا الجلسة بيطلع ايه العلاج؟ حقن شرجية. في اللي بيدرك ان في حاجة غلط ويبعد عند المرحلة دي، وفي اللي ما بيدركش غير متأخر بعد مراحل متقدمة من التحرش. مين في شخص سادي، وكان بيقول للبنات لما تصوت بسبب الحقن الشرجية او التحرش، صوتي عشان انا مبسوط كده، ولو حد ما عيطش او ما كانش بيصوت بيأذي جسديا لحد ما ده يحصل. بيلف في المحافظات على انه شخص كنسي وبيستغل جهل الناس. راح قبل كده البنت بطنها وجعاها، امامتها لجأت ليه بما انه دكتور، العلاج بتاعه كان ايه بالظبط؟ حقن شرجية قدام ام البنت. هو بيستغل البنات الصغيرة عشان عارف ان ده سن المراهقة بتاعهم،
وممكن يسمعوا كلامه، وإن أهلهم ما يعرفوش مصلحتهم فين والكلام ده. يعني ياريت لو عندك أخت صغيرة أو بنتك في العمر ده روحي معاها الأماكن دي، ولو حسيتي بحاجة زي كده إلغي الكشف نهائي وما تخافيش، مش عيب ولا حرام، عيب على بلد شعبها يدعي الأخلاق والتدين إن يظهر فيها كل يوم يومين متحرش جديد، مرة دكتور ومرة مهندس ومرة مدرس ومرة خريج جامعات دولية ومرة فنان ومرة إعلامي ومرة صحفي، لما دول المفروض خيرة شباب ورجال البلد، فما بالك بمن هم أقل ثقافة وعلم ومستوى معيشي. يلعن كذا يا مرضى المتحرش من فيه. بينما قالت قناة فتاة الكنيسة حذرت من هذا الطبيب في عام 2018، ونشرت جهاد مغردة أخرى حديث بين إحدى الفتيات والطبيب وهو يقنعها بأخذ حقنة شرقية، وكتبت على المحادثة المتحرش اللي عامل فيها دكتور نفسي ومعدي 50 سنة وهو بيقنع بنت في إعدادي إنها لازم تتعالج بحقن شرقية. طبعا تداول الفتيات البيان الصادر دوت من قبل بالتحذير من هذا الطبيب، وكان نص البيان كالتالي: حذر الأنبا روفائيل أسقف عام كنائس وسط البلد وسكرتير المجمع المقدس من أحد الأشخاص يظهر على القنوات الفضائية ويعمل كطبيب نفسي مدعي إنه تابع لأسقفية الشباب، ويستغل هذا الادعاء في استدراج الفتيات وتغيير أفكارهم اللي بتصل لمعاداة عائلتهم. يعني قد ايه الانسان الرذيل السفيه الانسان الوقح اللي بيستغل حتى ان كان طبيب. لو قلنا يعني افترضنا ان هو طبيب نفسي بالفعل، هل وبيستغل الكنيسة ان هو كخادم يقوم بافعال الشاذة دي؟ ده مش ذنب الكنيسة ابدا، ليس هو ذنب الكنيسة، ليس هو ذنب الفتيات، الذنب هو ذنب الأهالي اللي بيسيبوا ولادهم وبناتهم يوصلوا للمرحلة السيئة دي. الذنب ذنب الأب اللي بيترك بنته تايهة بلا حضن أبوي، بلا حب، بلا حنان، بلا عطف. الذنب ذنب الأم اللي بتسيب بنتها وبتسيب دنيتها وبتلجأ للميديا والفيسبوك والتويتر، وسايب أهم شيء في حياتها هم ولادها أو بناتها بصفة خاصة. أنا عايز أقول إن الكنيسة ملهاش أي علاقة بالموضوع ده، عشان ما حدش يقول آدي ولاد الكنيسة. في متحرشين من جميع الطوائف من جميع الأجيال. أحبائي وأعزائي، أرجو أن تسمعوا هذا الفيديو بالكامل، وأرجو منكم أن تكونوا يعني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا لكم ولكل أحبائي، وسلام لكم جميعا، ومع كل الحب وتمنياتي لكم بالسعادة والسلام.